السلام عليكم أيها الإخوان. جاء من البرازيل وحب المغرب وتشبث بالمغرب وتزوج من مغربية وولد ابن مغربي وسماه اسم مغربي عربي. ربما الإخوان عرفتون على من كنتكلم، على المدرب المهدي فاريا رحمه الله. فاريا اللي خلد اسمه في المغرب، ولكن مع كامل الأسف ما في آخر حياته ما نصفوش المغرب، وتوفى مسكين في هدوء وتا شي واحد مدها فيه. وهذا هو حال المغرب، وكيقول لك ما دمت في المغرب فلا تستغرب. هاد المدرب الرمز اللي خلى اسمه ونقش اسمه بأحرف من ذهب كمدرب أول منتخب عربي إفريقي كيدوز للدور الثاني في مونديال مكسيكو 1986. فاريا خلد اسمه من ذهب، وكل الألسن كتهضر عليه سواء فريق الجيش الملكي أو المنتخب الوطني. اللي كنستغربوا ليه شحال ديال المدربين أجانب دابا كيداولوا على المنتخب الوطني المغربي، كيجيو يديو الملايير، كيصوبوا المستقبل ديالهم، كيصوبوا لاروتريت ديالهم، وكيمشيو كيجمعوا بالجون وكيشوف حالهم. وحنا كنشوفوا في الشيباني اللي كاين دابا نيت هو باقي الان عا كيجرب. وغير للتوضيح الاخوان، راه هاد الفريق ديال 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 الزباكريه راه ما عمر ما غيدي كاس افريقيا، راه حنا تابعين السراب. راه مشى المدرب العملاق اللي كان كيعرف ابجديات كره القدم والادغال الافريقيه المهدي فاريا. اما هاد المدربين اللي كيجيو راه كيصعبوا افريقيا، غير هاد اللعاب هادو اللي خاصهم الضبابة وخاصهم الشتاء. الا بغيتي تديهم لافريقيا خاصك تدي معاك الشتاء والضبابة باش يلعبوا تما عاد، باش يكونوا على خاطرهم. خاصهم يعرفوا زياج ديال اوروبا راه ماشي زياج ديال افريقيا، خاصهم يعرفوا هاد الحقيقة هادي. وحنا كنعقلوا على فاريا في ملي كان كاين الاقصائيات الافريقية، ملي كان كيرحل عند المنتخبات الافريقية كيدي اللعابة المدافعين اللي كانوا يقدروا يواجهوا هذوك الافارقة تما في الادغال. كان كيدي حسينة، كان كيدي الفاضيلي، كان كيدي البياز، كان كيدي البوحياوي. اما ملي كيدخل المنتخب الوطني المغربي هنا في مركب الدار البيضاء ومركب الرباط، كان كيدخل الفنانه، كان كيدخل تيمومي، كان كيدخل بودربالا، كان كيدخل اللاعب اللي غيسجلوا ليه الاصابات. لان فاريا كان عنده جوج الفريقين، منتخبين، المنتخب ديال افريقيا اللي هي ومنتخب ديال المغرب، المنتخب المغربي اللي كيمشي للادغال الافريقيه باش يجيب نتيجه مزيانه، ومنتخب مغربي اللي كيلعب به في الدار البيضاء وفي الرباط. اما هاد المدربين راه يوم يجربوا، عيوم ما غاديين يجربوا، ما غاديين. ومع كامل الاسف هاد الرواتب اللي داوها هاد المدربين الاجانب لو حسبناها كنت تحيد الكاريانات من المغرب كامل، ما يبقاش فيهم. مع كامل الاسف كيجي وشوفوا دابا كؤوس الشان، شكون داهم السلامي ناخب وطني مغربي، داها عموتك ناخب وطني مغربي، شكون داه شي نصراني. وخليهم اخويا يبقاو يضيعوا في الفلوس ويعيطوا على النصارى ويعيطوا على الخير عير قدامهم وما كيقلبوا. وحنا كان اليوم كنترحموا على فاريا وبغينا نعطوه حقه ولو هاد الدقائق هادي ما غاداش. فاريا اللي كي يحكى بان عير خليفه والبوحيه والبياز هما اللي كانوا هزينه في الاخر الحياه ديالو، لانه كان ربما كان عايش في القنيطره في اخر حياته حتى توفى، وما لقاش مسكين ما لقاش كل يدها فيه. بالرغم من الانجازات اللي دار، وها هو الاسود، منتخب الاسود اللي كان الاسود ديال بصح، ماشي الاسود ديال دابا. هاد الاسود ديال دابا خصنا نغيروا ليه السميه ديالو. وشحال من مدرب داز، ها كاسبير جاك، ها كويلو، ها فالونتي، ها لائحه طويله، وتا حاجه ما كاينه، تابعين عير السراب وباقين كنطيحوا في الاخطاء. وإفريقيا ما كيصلحوا ليها غير الأفارقة واللي كيعيشوا في المغرب. وإلى اللقاء، والله يرحم.